بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم الإخوة الكرام الأفاضل المشرفية السلام والصحة المهنية في محاضرة جديدة من مادتنا تحليل لا أو التسويق أو التوعية بالسلامة والصحة المهنية. وبينا في المحاضرة الأولى والثانية أو المحاضرتين الماضيات أهمية تسويق الصحة والسلامة، وصراحة الأولى كان يسمى التوعية بالسلامة والصحة المهنية، يعني الأويرنس. لكن بينا انه ذكرنا تكلمنا عن الماده والاسم واهميته، وبينا الهدف الرئيس من الماده والاهداف التفصيليه، ثم تكلمنا عن المحلات اللي هي الابواب اللي من خلالها حندرس الماده، ثم بدانا في المقدمه وتكلمنا عن انه الاهتمام بالسلامه والصحه المهنيه هي من اهم الاشياء اللي تعين على انجاز المشاريع دون خسائر او باقل خسائر. تكلمنا عن مفهوم التسويق، تسويق السلامه والصحه المهنيه، وخلصنا على انه السلام والصحه المهنيه هي سلعه وخدمه ومنتج يحتاج الجميع في ان واحد، وبينا يعني اهميه الامر. طيب وقفنا قلنا ان شاء الله في المحاضره القادمه هتكلم عن علاقه التوعيه اللي هي الاويرنس بالسلام والصحه المهنيه. يعني نحن ليه بنهتم بتوعيه الناس في بيئه العمل باهميه السلام والصحه المهنيه؟ هل الحاجه دي مثلا يعني نحن ملزمين بها قانونيا؟ ولا هي مسألة فقط أخلاقية؟ ولا إحنا مثلا طالما العامل ده خرج من بيته عشان يجي يعمل معنا في المؤسسة، فأنا كصاحب مؤسسة بهتم إني أوفر له بيئة عمل خالي من المخاطر، ولا المسألة دي لها فيها مكاسب مادية بالنسبة لي؟ إنه أنا لو حرصت على إنه في بيئة العمل عندي في المؤسسة أو الشركة أو المصنع أقلل الحوادث، بالتالي أنا شخصيا حكون وفرت أموال كان ممكن تهدر كتعويضات وك يعني علاج للعامل المصاب. فهنتعرف الآن الأسباب اللي بتدفع الناس إنها تهتم بالسلام والصحة المهنية. طيب الخلاصة اللي مضت في المحاضرة فاتت الشباب قلنا إنه تسويق السلام والصحة المهنية هو نشر الوعي. فعلى سبيل المثال لو أنت الآن مشيت لمؤسسة ما، نفترض إنك أنت الآن مركز تدريب مثلا زي الآن الأكاديمية دي، بتقدم دورات أو دبلوم متعلق بالسلام والصحة المهنية، فعاوزة توصل المفهوم ده للآخرين، هتقوم تعمل إعلانات صح؟ إنه نحن والله المعهد الفلاني عندنا أكاديمية بوشة متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بنقدم برامج دبلوم معتمدة في المؤسسة العامة للتدريب، وكذلك بنقدم دورات لها علاقة بالسلامة والصحة المهنية. فنحتاج إنه نوصل فكرة للآخرين عن شكل الدعاية، عن شكل التسويق إلى آخره. طيب نفرض انت الان كشركه بتقدم خدمات لها علاقه بالسلام والصحه المهنيه، مثلا بتقدم منتجات، بتبيع طفايات، بتبيع البي بي اي، بتقدم شغل استشاري لشركات مثلا عاوزه تعمل نظام سلام وصحه مهنيه، تجي انت بيجوا ناس مهندسين من قبل المؤسسه بتاعتك بيعملوا تقييم للمخاطر الموجوده في بيئه العمل، وبالتالي يضعوا عليك خطه، ثم في شركات اخرى ممكن تنفذ العمل. فنجد انه لو لاحظت الان الصوره دي يا شباب، عندنا الشخص اللي نعتبره هو مشرف او المسوق اللي هيتكلم عن السلامه والصحه المهنيه، عاوز يقنع الاداريين في شركه ما باهميه السلامه والصحه المهنيه، فيبدا يتكلم ويتكلم عن انه مدى اهميه السلامه والصحه المهنيه والاهتمام بها، في انه هي مساله توفر كثير من تقليل المخاطر، تزيد من معدل الانتاج، لان طالما قلت الحوادث بالتالي يا شباب الانتاج حيكون مستمر، تزيد من سمعة المؤسسة. ثم يبدأ يشرح لهم بعض الأشياء الضرورية للعامل حتى يأخذها في الاعتبار في السلامة والصحة المهنية، ويبدأ يعرض الأشياء اللي تناسب طبيعة العمل. فهو الآن بينشر الوعي بين الناس من جانب آخر بشكل عام، وبين أصحاب الأعمال والمؤسسات، وبوضح لهم يا شباب أهمية السلامة والصحة المهنية على حياة الكادر البشري الموجود عنده في المؤسسة وعلى الممتلكات نفسها. لما يحصل حريق يا شباب في المؤسسة بتضرر الكادر البشري والممتلكات، ولو اتحرق المبنى كله حيكون رأس المال نفسه شباب ممكن يكون انهار بسبب حريق، ممكن يكون إهمال لماس كهربائي أو إنسان دخل في مكان غير مناسب أو شيء محدد أدى إلى كارثة زي ما شاهدنا سابقا. طيب لما أجي أنا أنشر الوعي لابد أني أراعي حجم المؤسسات وطبيعة العمل، لأنه مثلا إذا كنت هسوق مفهوم السلامة والصحة المهنية
معمل كيميائي فيه مواد كيميائية سريعة الاشتعال. هل نفس التسويق المفهوم يا شباب في مدرسة ثانوية؟ لا يختلف باختلاف طبيعة العمل وبيئة العمل ومن يعمل. فبالتالي في مقومات لو امتلكها مشرف السلامة والصحة المهنية أو المعني يستطيع يوصل المفهوم وفقا لقالب المؤسسة. فهنا ذكر بعض الأشياء يحتاج لها الإنسان اللي هيقدم الخدمة دي، سواء كان مسوق سواء كان مشرف، وأحيانا حتى لو أنت تم تعيينك مشرف سلامة وصحة مهنية في مؤسسة ما وعاوز تبين للعاملين العمال أهمية السلامة والصحة المهنية، تحتاج أنك تشرح لهم باللغة اللي بيفهموها، وسائل سمعية، وسائل بصرية، دورات تدريبية، تعرض لهم مشاهد لبيئة عمل تم فيها عدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية بالتالي تجد منها مخاطر إلى آخره. فذكر عشان أنا أقدر أوصل الوعي بمفهوم السلامة والصحة المهنية أحتاج أولا يا شباب إني أكون مدرك الاحتياجات الفعلية للناس اللي أنا بسوق لهم المفهوم. إذا جيت أسوق المفهوم لمصنع أكون مدرك طبيعة العمل في المصنع والمخاطر المتوقعة في المصنع، وبالتالي أنا أقدر من خلالها أشرح لهم الخسائر المباشرة ممكن تنتج والغير مباشرة في حالة عدم التزام بالسلامة والصحة المهنية، المخالفات القانونية اللي ممكن تدفع إلى آخره. كذلك أستطيع إني أبين التكلفة الأساسية، أقول لهم على سبيل المثال في حالة أنتوا خلاص هتمشوا في المبدأ ده نحن هنقوم لكم بعملية استشارية في السلامة والصحة المهنية في المؤسسة، نحتاج إلى كذا وكذا، يعني أقدر أقرب الفكرة لأنه صاحب العمل لو اقترح هيقول لك ها بتكلفني كم؟ أنت قلت له والله أنا ما عارف، هيقول لك كيف أنت ما عارف؟ لأنه لازم عشان أنا أقبل أعرف الحاجة دي أنا الآن عرفت أهميتها، عاوز أعرف بتكلفني كم؟ من ناحية زمن، من ناحية تكلفة مادية وهكذا. كذلك من أهم الأشياء قلنا من خلالها بنوضح مفهوم السلامة والصحة المهنية هي شرح الخسائر المباشرة وغير المباشرة في حالة وقوع الحوادث. يبقى الآن مشرف أو المسوق اللي هيسوي مفهوم السلامة والصحة المهنية الشخصي ده يحتاج إلى معرفة طبيعة عمل الأشخاص دي ونوع المخاطر الممكن تواجهه في بيئة العمل، وبالتالي يبدأ يروج للمفهوم بتاع السلامة والصحة المهنية وينشر الوعي بين أصحاب الأعمال زي ما ذكرنا، وكيف إن المسائل تحافظ على ممتلكاته وتحافظ على بيئات العمل إلى آخره. ده بيدفعنا يا شباب للحديث عن نتائج ظروف العمل الخاطئ سواء كان المباشرة أو غير المباشرة. وتكلمنا في المحاضرة الماضية عن نوعين، قلنا يا شباب إذا تصورنا إنه في بيئة عمل فيها مخاطر وما تم التعامل مع المخاطر بشكل علمي، يعني ما درسوها وحللوها وقالوا والله مثلا نحن الآن مثلا يا شباب نحن الآن إذا فرضنا موجودين في قاعة دراسية أنواع المخاطر الممكن نواجهها شو؟ كده الآن عايد القاعدة كهرباء، طالما عندنا كهرباء عبارة عن ده electrical hazard خطر كهربائي، هل يمكن الاستغناء عنه؟ يعني هل ممكن نقول نحن محتاجين لكهرباء في القاعدة؟ طبعا احنا قلنا الأصل في التعامل مع الخطر هو إزالته إليمينيت، لكن وجدنا ان احنا لا يمكن نستغنى عن الكهرباء والا لا نستطيع ان نستعمل بروجيكتر او لابتوب او غيره او تكييف او غيره، قلنا لا احنا الخطر ده لا نستطيع الاستغناء عنه. يبقى نجي نضع له كنترول تحكم، نقول احنا نضع في اي مكان مفتاح كهربائي سوكت ويكون مؤمن بحيث انه الانسان ما تصل يده مباشره للكهرباء. نضع ضوابط وعلامات سلامه ونبعد وهكذا، يبقى احنا الان بنضع في اليه تحكم. طالما اصبح يجب علينا استعمال الكهرباء هنضع عليه التحكم. التكييف يا جماعه اذا كانت البروده عاليه جدا او او الحراره عاليه جدا او منخفضه جدا لا اثر عليك انت؟ لا اثر، والاثر ده قد يظهر في تركيزك. لو كنت حاسس بسخانه عاليه كيف هيكون تركيزك؟ يقل يبقى، ولو تكررت الان شغال على مدار سنتين بتجي هنا والحراره في الغرفه 45 درجه ده بيولد لك بعد شوية ممكن يظهر لك مرض مهني. يقول لك والله انا بسبب الحراره الشديده انا حسيت مثلا جيوب انفيه، في بعض الناس انا بعرفهم كانوا شغالين في بيئه عمل في حراره عاليه ورطوبه عاليه. مع الاستمرار حصلت له جيوب انفيه. لو عكسنا بقت البروده الحراره مثلا 5 درجات وانت يوميا بتشتغل سنتين في بيئه العمل دي امراض، امراض في العظام، هشاشه العظام، امراض تكسير في المفاصل وغيره. يبقى هتظهر نتائج مباشرة ونتائج غير مباشرة. طيب
النتائج المباشره هي كثيره. نحن الان نكتفي باسم مثال منها، اصابات. اذا عندنا بيئه عمل خطره ممكن تحصل فيه اصابات، والاصابات ممكن تكون خفيفه يعني تعالج بالاسعافات الاوليه، وممكن تكون خطيره تؤدي الى كسر او شلل جزئي او تام، وممكن تكون وفاه. يبقى دول انواع الاصابات المباشره. يعني مثلا يا جماعه انسان حصل معه التباس كهربائي، تظهر هنا اصابه مباشره، يا يعني اما تكون ضربه خفيفه يرفع يده، او يصاب بتيار كهربائي عالي يؤدي الى جرح، واذا استمر يا شباب بشكل اكثر ممكن يؤدي الى اصابه العامل بالتجمد، واذا استمر بنسبه اكبر ممكن يؤدي الى وفاه العامل. كذلك اذا كانت البيئه صناعيه ممكن يا شباب لما تحصل يحصل حادث حريق او في بيئه العمل او اصابه يتوقف الانتاج، لانه الان يشغل الناس شباب باسعاف المريض. انسان بيعمل في ماكينه ضربته الماكينه، هنا يا شباب حيتوقف الانتاج والناس يزعجوا ما زميلنا مات ما مات و ويجي الاسعاف الى اخره. ده شباب يؤدي الى شنو؟ الى انه الان الانتاج يتوقف. بل اذا الماكينه شغاله في شيء معين وتوقفت اثناء العمل ممكن يا شباب يؤدي الى شنو؟ انه المنتج نفسه يحصل فيه خلل. ولما نوقف الحادث او نزعف الحادث هنرجع نعيد اشغال الماكينه مره ثانيه، ممكن يؤدي الى تلف في الموارد نفسها. دي كلها شباب من اسباب الخسائر المباشره، يعني اول ما حصل حادث تترتب عليه الاشياء دي. وقت الانتاج، ناس كانت شغاله عندها بتنتي مثلا في اليوم بعد 10 ساعات، حصل حادث توقفت الماكينات في المصنع لمده 5 ساعات. هنا يا شباب الان حصل الانتاج شنو؟ توقف، وبالتالي فقد في الانتاج، خسائر، ودي كلها الان خسائر مباشره. طيب في خسائر ممكن احنا ما نحسها بالشيء، مثلا ما نقدر نلمسها. طيب يا شباب العاملين لما يشوفوا زميله اصيب ومن امامه في العمل ده بيدي الى شنو؟ ايوه، يبقى العامل يقول لك والله يا اخي انا غايته من بكره حقدم الشغل، لانه انا اصبحت نفسيا ما قادر اعمل لانه الزميل ده شغال معي سنين، نحن جنب بعض واصيب بسحقه كهربائيه وكان ممكن اكون انا محله، وش معنى المؤسسه دي ما بتهتم بالحاجه دي؟ قبل كده مثلا كان في احد العمال تعرض لاصابه لكن ربنا نجاه، مع ذلك المؤسسه لم تهتم بالاشياء دي. فبيحصل عامل، يبقى العوامل النفسيه والاشياء دي هل بتصحل لك على شكل الانسان؟ هي ليست بجرح وانما هي امر غير مباشر. يبقى الخسائر في خسائر مباشره، مثلا بعض الشركات تقول لك يا اخي انا ما اهتم بالحاجه، في النهايه حيحصل شنو؟ حتظهر خسائر غير مباشره، غير مرئيه، غير محسوبه. وفي الغالب يا شباب الخسائر الغير المباشره للحوادث هي اكثر ضرر من الخسائر المباشره، لانه يصعب حسابها. وانا مثلا الان ناخذ بعض الامثله، مثلا يا شباب زي ما قال زميلنا الان ضعف الروح المعنويه للموظفين. زميلهم أصيب أمامه إصابة بليغة، أو الشخص نفسه تعرض لإصابة أدت إلى عجز في العمل، فاضطرت جماعة الشركة تنقله من مكان هو في مثلا بيئة عمل معينة، نقلوه إلى مكان آخر لأنه أصبح لا يستطيع مزاولة العمل بنفس الوضعية السابقة. مثلا كان كاشير أو طبيعة العمل يكون واقف، فأصيب حصل له كسر، هنا شباب الشركة حتضطر توديه مكان اخر وتجيب بدله شخص اخر، دي تكلفه ولا ما تكلفه؟ تكلفه. بدل مكان العمل ده يؤدي شخص واحد، الان اضطرينا نجيب شخص اخر في مكانه. يبقى الان الشركه دفعت راتب عامل اخر. تكلفه علاج العامل يا شباب. ما هو العامل ده كان يعمل يصيب حصلت له اصابه يترتب عليها شنو؟ المستشفى ممكن يكون العلاج ياخذ 6 7 شهور، وممكن يتكسر ياخذ راحه شمول لحد ما الجرح ده يشفى او الكسر 7 شهور، ومع ذلك لما ينتهي يحتاج الى دلك صناعي. دي كلها الاشياء يا شباب تدفع تكلفه المؤسسه، لانه هو اصيب في بيئه العمل وكان يؤدي عمله بافضل ما يكون. السمعه السيئه اللي ممكن تلحق بالشركه يا شباب وعدم ملاءمه الموظفين، يعني ممتاز، دي كلها خسائر نحن ما شاهدناها اثناء الحادث لكن ترتبت على الحادث. لانه بعض اصحاب العمل ما بينظروا للحادث، يقول لك اسمعني يعني في النهايه شنو؟ يعني يقول عامل اصيب خلاص عملنا له اسعافات اوليه وانتهى الامر. او جبنا زول بدل، يقول لك الموضوع ما كذا،
في مسائل انت الان ما ظهر لك على العلن بتظهر لاحقا. نفترض ان الشباب حصل اضراب في بيئه العمل قال احنا ما حنشتغل لانه دي الاصابه الثانيه تحصل ويتوفي عندنا زميل اخر والشركه ما بتهتم، فلان حنضرب وحنقدم شكاوى في مكتب العمل. حمد الله. الشكاوى دي يا شباب حيترتب عليها انه العامل ده حيمشي يعمل شكوى في محكمه مدنيه وينال تعويض بموجبه، وحتدفع التعويض منه الشركه. سمعه الشركه في سوق العمل لما الناس تنقل انه والله الشركه دي بكل شهر بيموت عندها عامل او معدل وفيات عندها يزيد عن 100% او معدل اصابات، دي سمعه ايجابيه ولا سلبيه يا شباب؟ سلبية. سمعه سلبيه. طيب في بعض المؤسسات لما العمال يصابوا بالعامل النفسي يقول لك خلاص احنا حنحفزه ونزيد لهم الرواتب لانه في النهايه برضه مضطرين نسلم بعض الطلبات في زمنه، دفع التحفيز ودفع الاجور ورفع الاجور واقناع الناس، كل الشباب دي عباره عن تكاليف ما ظهرت مباشره مع الحادث، انما يا جماعه كانت شنو؟ نتائج غير مباشره لظروف العمل. كذلك الشباب قلنا التعويضات، العامل ده لما يقدم تعويض او يقدم قلنا قضيه في المحكمه يعوض، التعويضات في الضمان الاجتماعي كذلك، الشركه نفسها يا شباب الدوله بتفرض على المؤسسة غرامة لأنه عدم التزامها بضوابط السلامة والصحة المهنية، تعويض الدخل الفرد، المهم كمية من المصائب أو المشاكل اللي ممكن تظهر للمؤسسة نتيجة لحادث ظنوا إنه الموضوع بسيط جدا. طيب يا شباب لو افترضنا الآن المؤسسة دي عندها اللي هي كان عندها مفتاح كهربائي عشان تجيب يا شباب بس سوكت بيكلف كم زي السوكت ده في السوق؟ اي تقدير تقريبا كده 5 ريال. يبقى عشان 5 ريال تضعها في جهاز معين ترتب عليها ممكن يقول 50,000 ريال، دي فقط مصاريف علاج، ثم 50,000 ريال تعويض للعامل، ثم 50,000 ريال نتيجه لاوفر تايم عشان نعوض شويه شباب الفقد في الزمن اللي كان نتيجه لتوقف العمل، ثم 50,000 ريال عشان تكاليف عامل حنجيبه محل العامل ده عشان نسلط عليه مثلا، وهكذا يعني بيطبق المبلغ بدل ما كان مبلغ يسير تضاعف تضاعف تضاعف. يبقى الاولى لصاحب العمل انه يعالج الخطر واللي يتهاون في الخطر الاول يعالجه. يبقى شباب من خلال الطرح اللي تستطيع انت الان تبين للعامل نفسه اهميه سلامته وصحته المهنيه، وتبين لصاحب العمل اهميه الاهتمام بسلامه وصحته المهنيه، فلما يدرك الخسائر المباشره وغير المباشره يعرف انه الموضوع هو ما سهل زي ما هو بيظن، هو كان بينظر يا شباب زي الجبل. الجبل احنا الان لما ننظر لقمه الجبل يا شباب علماء الجيولوجيا بيقولوا انه عمق الجبل تحت ضعفين ما نراه، دي اشبه بالخسائر بسموها الايس بيرج زي جبل الجليد. انت بتشوف الان القمه والله بتقول الجبل ده ارتفاعه مثلا 3000 قد اقول 800 متر لكن في العمق في الداخل ضعفين او اكثر. فالظاهر لك ده أضعاف أضعافه ما لم يصل لك. يبقى يا شباب هنا نقدر الآن نستطيع من خلال شرحنا للخسائر المباشرة وغير المباشرة لبيئة العمل نوصل الوعي والمفهوم بأهمية أو بأهمية ثقافة السلام والصحة المهنية وننشر المبدأ بين الجميع. يبقى يا شباب الآن خلاصة ما ذكرنا إنه لماذا يتوجب علينا إدارة السلام والصحة المهنية في مكان العمل؟ قلنا لأسباب نجملها نقول أسباب أخلاقية. يعني الدين ثم الاخلاق بتخليني انه انا كوني عامل خرج من بيته ايا كان نوع العامل، مدير، مهندس، طبيب، محاسب، بواب، ايا كان نوعه، اخلاقيا زي ما خرج من بيته جاني سالم يرجع بيته سالم. يعني من الدين انه لا ضرر ولا ضرر من مفهوم بالمعنى، يعني ليه انا اضر الانسان؟ هو ضحى بعمره عشان يخدمني انا صاحب مؤسسه. كذلك اخلاق او اسباب اقتصاديه زي ما حسبنا قبل شويه حكايه انه المفتاح كهربائي ممكن يكلف 5 ريال، اهمالي للامر ده كلفني ممكن اقول 5 مليون ريال. يبقى لما انا ادرك الخسائر الاقتصاديه اجد انه شباب انا مضطر غصبا عني حتى لو ما عندي اخلاق من باب الربح والخساره يا شباب اعمل شنو؟ اجيب المفتاح الكهربائي بابو 5 ريال بدل ما انا ادخل في خسائر كبيره جدا. قانونيه احنا قلنا العامل ده بامكانه يقاضي الشركه، واحيانا لما يكون حجم الضرر كبير تستطيع الدوله فرض غرامه على المؤسسه بل يمكن اقفال
المؤسسه ومحاكمه صاحب العمل جنائيه، ترفع له قضيه جنائيه انه خالف قوانين السلام والصحه المهنيه في البلد، والعاملين يستطيعوا كذلك مقاضاتهم في حكومه مدنيه في محاكم مدنيه واخذ التعويضات نتيجه للحوادث المرضيه. من جانب اخر كذلك العامل في بيئه العمل يجب عليه كذلك الالتزام بضوابط السلامه والصحه المهنيه، لانه في النهايه مسؤوليه مشتركه. طيب في سؤال او استفسار لحد الان في الموضوع؟ تفضل. طيب منزل هنا اذا كان عامل رايح للعمل او راجع للعمل بالسياره، هل جاني صار صدق هل يتحملها صاحب العمل؟ يتحمل ضرر صاحب العمل؟ طيب على غير انه هو رايح للدوام وراجع للدوام للبيت. جاني الاصابه يعني مثلا هو راجع او هو رايح. رايكم شنو انت يا شباب؟ إذا الآن عندنا أو ندي مثال يعني يمكن يكون واقع أكثر من كده، عندنا شركة عندها عمال أيا كان عم أو موظفين أيا كان نوع الموظفين. أنا أقصد النقل الخاص. أيوة. أقصد السيارة الخاصة. طيب نحن يا شباب لما تكلمنا عن إصابة العمل قلنا العامل من وإلى العمل يعتبر الآن في فترة العمل. لكن بيجي احيانا تلاعب قانوني او جدل في انه يا اخي العامل ده اذا انا كمؤسسه ما بهتم بترحيله فبعتبر اصابه العمل انه يدخل بيئه العمل مثلا. ده ممكن يكون جدل احيانا قانوني. جهه اخرى تقول لا العامل ده خرج من بيته وتوجه للعمل. فهل نعتبر اصابه عمل او لا؟ بيحصل جدل. لكن ممكن يكون الامر واضح في حاله انه عربيه المؤسسه بتجي بسائق المؤسسة ياخذ العاملين من أماكن سكنهم يوصلهم العمل ومن العمل يرجع مرة أخرى. الجدل ما زال قائم، لكن بشكل عام بالمفهوم العام تعتبر إصابة العمل هي للعامل في من خلال مقادرته للعمل أو ذهابه للعمل ورجوعه من العمل. يعني مثلا أنا الآن لما أقول لذلك شباب التأمين، لما مثلا أنا الشيخ يقول لك عملية تأمين بيعني انه العامل هو خارج من بيته للعمل لو اصيب في الطريق وحصل يا جماعه ضرر المؤسسه تقوم بشنو؟ بعلاجه. لكن لو كان الضرر اهمال يعني مثلا زوجته كان بيفحط في الطريق هل الشركه حتدفع الان الضرر؟ يبقى هنا يبقى الان بشكل عام نقول نعم. طبعا قلنا قد يكون فيها جدل لكن بشكل عام نعم انه طالما العامل خرج من بيته متجه للعمل حصلت اصابه في الطريق تعتبر اصابه عمل. بتكون بشكل اوضح اذا العامل الان هو على متن عربات الشركه. طبعا دي ما فيها نقاش دي واضحه، لكن انا اقول في الامر الاخر وباطار عام تعتبر اصابه عمل مع بغض النظر يعني او احنا ممكن نقول يعني عن باخذ الامر الاخر على مضض انه والله يا اخي نعم العامل طبعا هو الان متوجه الى العمل هو خارج من بيته للعمل ما ماشي يلعب كوره ولا ماشي بالتالي وملتزم بضوابط السلامه ماشي في مسار بالشكل الصحيح تعرض الى اصابه. فبشكل عام تعتبر من اصابه العمل. اصابه مباشره. نعم. طيب يمكن شباب دي الان الاسباب الاساسيه اللي لابد ناخذها في عين الاعتبار ودي توجب على المؤسسه الاهتمام بالسلامه والصحه المهنيه. قلنا جملنا الاسباب الكثيره في انها اخلاقيه واقتصاديه وقانونيه وقلنا الاصابات ممكن تكون مباشره وممكن تكون غير مباشره وذكرنا الاصابه المباشره هي اللي بيترتب عليها امر مباشر. عامل اصيب وقع انكسر دي اصابه مباشره. توقف الانتاج دي اصابه مباشره. في اصابات قلنا اخرى غير مباشره دي اشياء غير محسوسه تظهر. عامل نفسي، روح معنويه، سمعه المؤسسه، تعويضات، دي امور ما ظهرت لنا مع الحادث. فتره اللي بيمضيها العامل المصاب يعني في العلاج والتعويضات له، استبداله بعامل اخر، دي كلها امور طرأت أو ظهرت بشكل غير مباشر. طيب يبقى من خلال شرحنا ده نختم موضوعنا بالنقطة دي إنه إدارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة بتحرص على حمايتها من الحوادث سواء كان نتيجة لإصابات مباشرة أو الأمراض. دائما يا شباب أمراض العمل هي نتيجة لشنو؟ يعني ما تعتبر إصابة. المرض المهني هو يجي نتيجة لتعرض العامل نعم لضرر بصحته أو سلامته على مدار وقت معين.
يبقى لما نتكلم عن إدارة السلامة والصحة المهنية في أي مؤسسة، هي حماية العاملين بالمؤسسة من الحوادث، حوادث العمل أو أمراض العمل، حتى شباب اللي ممكن تسبب وفاة أو عجز أو تلف أو إلى آخره. طيب كيف نعمل نحن إدارة السلامة والصحة المهنية؟ باتباع المعايير والاشتراطات، في معايير تفرضها الدولة وفي معايير عالمية. مثلا نجد انه الدولة عندها قانون عمل يلزم صاحب العمل بكذا وكذا وكذا. مثلا صاحب العمل حب يطبق معايير عالمية، عنده مواصفات مثلا زي المواصفة ISO 45001 دي لها علاقة بالسلامة بنظام السلامة والصحة المهنية وغيرها من الأشياء. طيب في سؤال أو استفسار؟